عسلامة. أسلامة. لاباس؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أنت كنت عسلامة تقول فيها بالسيف حسيت. يعني عسلامة يعني كيفك معناته بالفلسطيني، صح ولا لا؟ لا مو كيفك، هاي مرحبا. آه مرحبا، عسلامة. عسلامة. كيفك؟ عسلامة. أوكي أنا قلت لك كيفك يعني لاباس، شنو أحوالك؟ لاباس لاباس. الحمد لله لاباس. شنو أحوال فلسطين؟ والله الحمد لله رب العالمين. أحوال فلسطين صراحة تختلف عن العالم كلياته بأجمع، لأنه من دقيقة لدقيقة فلسطين تختلف أحوالها، بما أنها تحت ظل احتلال، والاحتلال هو بيقدر يعمل أي شيء في أي لحظة. تختلف أنت تكوني راكدة بالبيت أنت وأهلك وأصحابك، دقيقة واحدة يختلف عليك الجو كلياته، مش يصير يعملوا يطخوا اعتقالات. يعني خاصة صراحة الفترة الأخيرة قبل أسبوعين لما فروا هذول المساجين من سجن جلبوع. طبعا أنا ساكن بنفس المدينة اللي السجناء طاروا منها، أنا ساكن بنفس المدينة، فصراحة الفترة الأخيرة كانت صعبة على خنفسروا العبيد. كيفاش نجموا يحفروا نفق بمغرفة؟ صراحة كل الفخر كل الاعتزاز أن الشعب الفلسطيني يفتخر فيهم، وراح التاريخ يكتب اسمهم من ذهب، لأنهم صراحة فعلا أبطال. إحنا بالبداية توقعنا أنهم أخذوا مساعدات خارجية من ناس معينين، ولكن بعد ما ألقوا القبض عليهم للأسف كان الشعب الفلسطيني فعلا حزين جدا جدا جدا. صراحة ما حد يحكي مع مرته مع أولاده مع أهله، صراحة صارت عنا صدمة نفسية، لأنه إحنا كنا متوقعين أنهم ما يمسكوهم، فكنا متوقعين أنهم هربوا خارج البلاد أو أنهم راحوا أماكن ثانية، ولكن للأسف يعني ما كانوا عارفين الأماكن اللي روح عليه، لأن هم كانوا لما روح على السجن كانوا مغمضين عيونهم، ما كانوا يعرفوا وين هم، علشان هيك هم ما قدروا ينجحوا، بس نجحوا في حفر نفق الحرية عن رغم أنف الاحتلال صراحة، وكسروا أنف الاحتلال وسلبوا حريتهم بجدارة. فكل الاحترام والتحية، والتاريخ راح يخلد أسماء هذولا المساجين. داكوغ، أنت علاش جيت لتونس؟ صراحة أنا من قديش عندك ساميليز؟ قديش هناك صار لي هناك 8 يوم؟ أنا صار لي 3 أيام. أيوة علاش جيت؟ أنا جيت سياحة بس باش أشوف الشعب التونسي، لأنه صراحة إحنا نحب الشعب التونسي برشا برشا برشا. برشا برشا. فإحنا نحب نزور تونس. أنا قدرت أزور تونس لأنه عندي جنسية أجنبية، ولكن اللي معاه جنسية فلسطينية ما يقدر يزور تونس. وعليش؟ ما بعرف، الحكومة ما تعطي فيزا، ما تعطي فيزا. أي حكومة تونسية أو فلسطينية؟ حكومة تونسية. تونس الجزائر المغرب ما يعطوا فيزا للفلسطيني باش يدخل عليهم سياحة. أنا عندي جنسية أجنبية، أنا أدخل على تونس بالجنسية الأجنبية سياحة. أنا فرحان كثير كثير إن أنا جيت على تونس صراحة، يعني فوالا. كيفاش لقيتها تونس؟ كيف ما تخيلتها؟ كيف ما لقيتها؟ لا أجمل، أنا تخيلتها بإشي، ولكن صراحة أنا يعني تونس الخضراء فعلا إنها تونس الخضراء بجمالها بأهلها بناسها الطيبين اللي عندهم انتماء وطني وخاصة وحب لفلسطين. صراحة إحنا نفتخر بهم، فرحانين بهم بالزاف، يعني كثير كثير فرحانين فيهم، ونشكرهم من القلب إحنا نشكرهم. أجمل شيء لقيته في تونس تعامل الناس الطيب، الناس طيبين يعني بسيطين، ناس طيبين بسيطين، مش يتعاملوا بروح طيبة بروح حلوة، مش تسأل اياته واحد يساعدك اي شيء تطلب منه مش يساعدك بكل ما هو يقدر يساعدك بزيادة كمان. فكان شعب يعني فعلا متعاون ومتسامح وبحب السياحة، وبس يسألك انت تقول له فلسطيني كمان هو يعني يضاعف 4-5 مرات اللي زيد يرحب معك. أيوة زيد يرحب معك صحيح. فاحنا نشكر اهل التوانسة. طبعا راح اجي مرة ومرتين وثلاث، وراح اجيب كمان عيالي زوجتي واولادي، وبش نيجي كمان مرة لتونس، لانه صراحة انا فرحان كثير بجمال تونس وباهل تونس كمان. مرحبا بكم، وتونس مفتوحة للسياح الكل، الأجنبي الكل، سورتو انتم الفلسطينيين. نتمنى ان الحكومات، وانا بطلب وبتمنى من الحكومة الجزائرية الحكومة التونسية والحكومة المغربية إنهم يفتحوا للفلسطينيين بش يزوروا أخوانهم التوانسة وأخوان المغاربة أخوان الجزائريين، لأنه إحنا ما في، هم يفكروا إنه إحنا نخرج لأوروبا، ما في داعي نخرج لأوروبا، عندنا الوضع الحمد لله
مثل ما حكيت لك من دقيقة لدقيقة يختلف، ولكن أفضل يعني الحمد لله وضعنا منيح في فلسطين، والحمد لله معنوياتنا عالية جدا والحمد لله رب العالمين.